الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي الكرام، صلوا على النبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إكرام من قناة دروس إكرام التعليمية. اليوم جئتكم بفيديو جديد، ألا وهو حل اختبار الفصل الأول في مادة الفيزياء أو العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا. بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمستوى الثالثة متوسطة. قدمت لكم مدة ساعة ونصف، مثل ما يقومون في المدارس بوضع لكم ساعة ونصف لحل الاختبار. انتم كذلك هنا عندما ترون السجن تاعكم، يعني نعطيكم السجن تاعكم، حلوه في مدة ساعة ونصف، لا اقل ولا اكثر. ومن بعدها بعد ما تخلصوا شوفوا الحل معي. قبل ما تبداو الفيديو ما تنساوش اللايك والشير والسبسكرايب، كذلك تعليق اسفل الفيديو حتى يصلك تعليق اسفل الفيديو. كل ما كانت تعليقاتكم اكثر، حاولوا تعلقوا لي على المواضيع الجايين ان شاء الله للفيديوهات القادمه ان شاء الله. اللي حاب يشوف فيديو ماهوش فاهمه، بالك حاجه مش فاهمها في الدرس ولا اي درس هكذا، علقوا لي اسفل الفيديو وانا باذن الله كي نلقى التعليقات نتاع داك الدرس بزاف راح ندير لكم عليه فيديوهات ان شاء الله. مادامني ما لقيت حتى تعليق يعني باش ندير لكم دروس، راني ندير من عندي. نتوما لازمكم تعلقوا لي اسفل الفيديو باش نشوف انايا وين الدرس راكم ماكمش فاهمينه ولا ماكمش معاه في الاخر، يسمى باش انا ندير لكم ونفهم لكم باذن الله مع الشرح المبسط. نبداو على بركه الله، راح يظهر لكم السجي دوكا. ظهر لكم السجي، سجي جد بسيط مليح. كاين اللي راح يكون عليه صعب جدا لانه ماهوش راح يفهم الدروس اللي من قبلها. انا حاولت اني نحل اختبار الاول مدمج مع مراجعه. هذه المراجعة راح تفيدكم في حل اختبارات أخرى من دون هذا الاختبار، لخاطر كل الاختبارات راح تكون عليها مقطع المادة وتحولاتها ومقطع الطاقة. راح نبدأ أولا بالتمرين الأول، راح نشرح لكم كل نقطة ومانيش راح نفوت عليها بلا ما نشرحها. قال لك أنجز زميلك التمرين الأول، كما راكم تلاحظوا هنا راح يظهر لكم هنايا تمرين كامل. أنجز زميلك السلسلة الوظيفية المرافقة لتركيبة اشتعال مصباح الدراجة الهوائية، فلم يوافقه الأستاذ، ما حبش يوافق على هذه السلسلة الوظيفية. قال لك أعد رسم هذه السلسلة بتصحيح الخطأ أين وجد. أعطالك سلسلة مبعثرة من جمل وأفعال الأداء أفعال الحالة، مبعثرة ماهيش مرتبة، وانت تحاول ترتبها في داخل الفقاعات مع الالتزام بترتيب من اليسار إلى اليمين، يعني ما تروحوش من اليمين لليسار، هذا خطأ، راح تروحوا من اليسار لليمين مع ترتيب هذوك اللي راهم تما، هاد الجمل والافعال الاداء وافعال الحاله، ترتيب صحيح مع كل جمله راح تعطي لها فعل اداء وفعل حاله نتاعها، واش راح دير الوظيفه نتاعها واش راح دير الاداء نتاعها. راح نشرحوا قبل وش هي السلسله الوظيفيه. السلسله الوظيفيه هي كل تركيبه تسمح بانجاز وظيفه نهائيه تحقق فعلا نهائي، يعني هاد السلسله الوظيفيه راح تخلينا نقوم بإنجاز فعل نهائي، يعني من هاد كامل واش راح نديرو، راح نستفادو فعل نهائي يوصلنا مثلا لاشتعال مصباح أو توهج مصباح، مثلا تحريك عربة، سقوط جسم بالاعتماد على سقوط جسم لاشتعال مصباح، اشتعال مصباح عن طريق مرور سيلان او جريان المياه الى اخره. راح نرتبوا نعاودوا نرسموا هذيك السلسله الوظيفيه اللي راهي ظاهره لكم هنا، نعاودوا نرسموها من دراء وجديد ونرتبوا كامل الجمل وافعال الاداء اللي عندنا هنايا. راح نرسموا الفقاعات الداخله في الجمل اللي داخله فيها الجمل بهذا الشكل،
فقاعة وراء فقاعة كما راكم تلاحظوا في التمرين هنا عاطي لكم أنا عاود كتبت لكم هنا راهو عاطي لكم واحد خمس فقاعات 2 3 4 5 خمس فقاعات. داخل كل فقاعة راحين تلقاو جملة هم كاتبين الدراج يدور يدير المصباح تدور يغذي الدواسة يجهد يدير العجلة يتوهج تدير الدينامو تدور. ما كانش من هذه التركيبة يسمى مش راحين نبدأ وحن نبدأ أولا بالدراج. شكون اللي راح يدير فعل باش يقوم بتحريك العجلة بتحريك عفوا الدواسة راح يقوم الدراج بالفعل. اذا راح نكتبوا الدراج هنا اول جمله هي الدراج. عندنا الدراج من بعدها واش راح يدير هو راح يجهد بعد ما يجهد واش راح يدير راح يدير واش راح يدور وظيفته راح يدير يدور يدير واش راح يدور راح يدور الدواسة البيدال كما نقولوا لها هنا دواسة وش راح تدير الدواسة راح تدور تدور من بعد الدواسة ما تدور وش راح يصير لها راح تدور الدواسة راح تدير وش راح تدور راح تدور العجلة تدير العجلة العجلة وش تدير راح تدور كذلك تدور. وننصحكم دائما افعال الاداء وافعال الحاله يكونوا افعال مضارعه يعني راح يتصرفوها للفعل المضارع. دوز بعد العجله راح تدور وش راح تدير راح تدور ومن بعدها وش راح كي تدور راح تدور لنا الدينامو تدور بعدها تدير الدينامو راح يدور راح الدينامو واش راح يدير راح يدور ومن بعدها واش راح يدير راح يدور ومن بعدها يغذي واش راح يدير راح يغذي شكون راح يغذي راح يغذي المصباح المصباح واش راح يدير راح يتوهج توهج جيد هلا تكون الصورة واضحة كما راكم تشوفوا هنا عندي ها عاود نكتبنا السلسلة الوظيفية لتركيبة اشتعال مصباح دراجة هوائية. عندك الدراج يجهد يدير دواسة تدور تدير العجلة تدور تدير الدينامو يدور يغذي المصباح يتوهج. هذه هي السلسلة الوظيفية اللي رسمها زميلك وعاود صححتها له. كيف تسمي الأسماء المعبرة عنها داخل كل فقاعة؟ نسميوا هذه الأسماء راح تظهر لكم السؤال هنا. كيش راح نسميوها؟ راح نسميوها الجمل. الجملة. قال لك أعطي تعريفا لها. عندي تعريف لها. الجملة هي كل جسم أو مجموعة من الأجسام من تركيبة وظيفية يكون لها دور أساسي في تحقيق الفعل النهائي المطلوب. يعني هو كل جسم حنكتبها فقط انتظروا وكل جسم من أو مجموعة من الأجسام أو مجموعة من الأجسام قال لك وش تدير هذه مجموعة من الأجسام من تركيبة وظيفية أو من سلسلة وظيفية من سلسلة وظيفية وش راح تدير هذه السلسلة يكون لها دور أساسي يكون لها دور أساسي في تحقيق الفعل
النهائي. جيد، هاد هو هاد هي الجملة اللي واش راح نستفادوا منها، هي كل جسم أو مجموعة من الأجسام من سلسلة وظيفية يكون لها دور أساسي في تحقيق الفعل النهائي. عنا الدكا عنا قال لك كيف تسمي الأفعال المكتوبة فوق الأسهم، كيف تسمي الأفعال التي المكتوبة فوق الأسهم؟ أفعال الأداء، أفعال الأداء. قال لك وعلى ماذا تدل؟ وش تدل هذه الأفعال؟ راح تدل لي على هذه الأفعال، وش راح تدير؟ راح تدل على أفعال الأداء هي كل، استنوني دوك نكتبها لكم هنايا. أفعال الأداء هي أفعال مضارعة، هي أفعال مضارعة تدل على واش؟ تعبر عن تأثير، تعبر عن تأثير الجملة، هذه تأثر على الجملة اللي بعدها أو التي تليها، تأثير كل جملة على الجملة التي تليها. هكذا نكون فهمنا وش هي الأفعال أداء. قال لك دوك يخرج لكم السؤال التالي، قال لك كيف تسمي الأفعال المكتوبة تحت الفقاعات وعلى ماذا تدل؟ الأفعال المكتوبة تحت الفقاعات هي أفعال الحالة، هي أفعال كذلك مضارعة تعبر أو تدل عن وظيفة كل جملة في السلسلة الوظيفية المرتبطة بتركيبة ما، كل جملة في السلسلة الوظيفية المرتبطة بتركيبة ما. هكا خلاص فهمنا وش هي أفعال أداء، أفعال الحالة والجملة. روح قال لك أعد كتابة هذا سؤال، زدت لكم من عندي باش تقدروا تشوفوا تفهموا كذلك السلسلة الطاقوية. أعد كتابة السلسلة الوظيفية كسلسلة طاقوية، هاد السلسلة اللي عطاوها لنا، هاد السلسلة اللي عاودنا رتبناها، واش راح نديروها؟ راح نعاودو نكتبوها كسلسلة طاقوية. السلسلة الطاقوية راح تفهموني وش هي، تقولوا لي وش شنو هذه السلسلة الطاقوية. هاد السلسلة الطاقوية للتعبير عن كيفية تحويل الطاقة في تركيبة ما من جملة إلى أخرى، نستعمل السلسلة الطاقوية على هاد الشأن، نستعمل السلسلة الطاقوية ليه؟ باش نحاولو يجهد وش راهو يدير، وش من نوع تاع طاقة، حراري يعني راهو ينتقل بالتريسيتي، ولا راهو يدير بالحرارة، ولا راهو يدير نحولو هاد الفعل إلى طاقة، هاد الطاقة تكون طاقة حركية، طاقة كامنة، طاقة داخلية. والطاقة الكامنة تنقسم إلى قسمين، طاقة كامنة ثقالية وطاقة كامنة مرونية. نحولوا هذه الطاقة إلى تحويل ميكانيكي، تحويل كهربائي، تحويل حراري وتحويل إشعاعي. كل منهم عنده كيفاش راح يتحول. الميكانيكي الطاقة الحركية تكون على الأجسام التي تقوم بفعل يدل على الحركة، ويكون هادو هما الأفعال اللي تكون عند الطاقة الحركية. الطاقة الداخلية مثل البطارية، الضوء أو الحرارة. طاقة كامنة ثقالية، كتلة زائد ارتفاع عن سطح الأرض. لازم يكون عند الطاقة الكامنة الثقالية كتلة، وتكون عندها ارتفاع عن سطح الأرض.
طاقة كامنة مرونية، جسم مرن في حالة تشوه. عطيت لكم كامل التعريفات وكامل التبسيطات للطاقة وأنواعها. وش راح تكون عندنا هنايا؟ راح يكون عندنا الدراج. وش راح يدير هذا الدراج؟ راح نوريكم دوكا. راح نعاودو نرسمو يعني الفقاعات كيما رسمنا هادوك. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. رسمت خمس فقاعات على بالي مش قد ولكن معليش. الدراج عنا قبل الدراج نعاودو نرتبو نفس هادو، هادو ما نبدلوهمش. هاد اللي داخل الفقاعات راحين يقعدو كيما راهم. اعتذر عني طاجيت جدا. عندي الدواسة، عندي العجلة، عندي الدينامو، وعندي المصباح. وش راح ندير الدراج؟ وش راه يجهد هذه الطاقة؟ طاقة ميكانيكية ولا كهربائية ولا حرارية ولا هذه الطاقة وش راح تكون؟ راح تكون عفوا تخزين الطاقة تاعو، راح تكون حركية. شوفوا افعال الاداء، افعالها هادو اللي تحت الفقاعات اللي هما افعال الحاله، راح تكون تخزين الطاقه من طاقه حركيه، طاقه كامنه، طاقه داخليه. بينما الطاقه الاخرى، بينما الافعال الاداء راح تكون من انماط تحويل الطاقه الاخرى، تخزين الطاقه، وهذه تحويل الطاقة. فهمتوني؟ لازم تحفظوهم جيدا هذو أنماط. هنا وش راح تحط؟ هنا أنماط تحويل الطاقة، هنا فوق الأسهم كما أفعال الأداء، وهنا تحت الفقاعات وش راح تحط؟ راح تحط أفعال تخزين الطاقة، طاقة حركية، طاقة كاملة، طاقة داخلية، طاقة تقالية، طاقة. فهمتوني؟ هنا الدراج وش راهو يجي؟ وش راهو يدير؟ هذه طاقة داخلية حركية، طاقة كامنة، طاقة تقالية، طاقة مرونية. وش هي؟ راح تكون هذه الطاقة داخلية ونرمز لها ب او اي. لازم تديروا لها الرمز، ما تكتبولهاش طاقة حركية، تكتبوا لها طول الرمز هي تفهم باللي طاقة حركية. هنا وش راح يدير هو فعل اداء؟ وش راح يؤدي دور تاع واش راح يدير؟ راح يكون عنده طاقه ميكانيكيه. وش راهو يدير؟ راهو يدير فعل ميكانيكي. راح نرمزو له بدبليو، دائما يدير دبليو دائما. دواسه وش راح تدير هنا؟ الدواسه هنا او كا تدور اوكا، بمعنى انه اوسي عفوا، بمعنى انه طاقة حركية، راهي تتحرك، راهي تدور، طاقة حركية. هنا ليه ما درناش؟ هنا راح يصادفك سؤال يقول لك ليه هنا يدير وهنا تدور؟ يا اخي نفسها. ويقول لك ليه هنا درنا دبليو وهنا درنا او سي؟ هنا تدور بفعل الحالة، هذه راهي تتحرك، بينما هذا وش راهو يدير من وظيفة؟ الوظيفة نتاعو هي انه يحول الطاقة الميكانيك. فهمتوني؟ هذا راح يحولها الطاقة، بينما هذه الطاقة تاعو راهو مخزنها تاعها، بصح هذه الطاقة راح تحولها من طاقة داخلية إلى طاقة ميكانيكية، راح تولي لها هنايا طاقة حركية. راح نمشي وهذا بهذا 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 الترتيب حتى تفهموني. هنا هي الدواسه واش راح تدير؟ راح تدير دبليو ثاني، باسكو كل تدور 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 راح تدير كل دبليو. هنا ثاني دبليو في تدور، ها هي هنا او سي تدور، هنا تدير، هنا تدور او سي. نوصلنا لهنا مش كيف كيف، هنا يغذي بمعنى دبليو او تحويل كهربائي، دائما يغذي تحويل كهربائي. المصباح يتوهج داخليه بمعنى انه حراره وضوء. هذا هو التركيب نتاع الطاقه، تحويل الطاقوي. اتمنى انه عجبكم التمرين الاول. نمروا للتمرين الثاني.
باش تفهموني اكثر. وهذا التمرين عليه قديش؟ عليه 6 نقاط. حاولوا انكم تنقطوا عن بالكم كيما نخلصوا السجيه، راح نقط لكم كامل التمارين نتاعكم. عندنا التمرين الثاني، التمرين الثاني راح يظهر لكم هنايا في الشاشه، استناوني راح يظهر لكم هنايا الفوق. قال لكم التمرين الثاني، عند مطالعتك لأحد الجرائد اليومية صدرت خبرا عن حادثة اختناع شخص نتيجة تركه المدفأة مشتعلة أثناء نومه، علما أن المدفأة تشتغل بغاز البوتان سيكات H10، علما أن احتراق البوتان بوجود وفرة لغاز ثنائي الأكسجين يعطي غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء. هنا لو خربطها لكم باش ما تفهموا حتى حاجه، يا لا هذا اسمه لا هذا الاخر احتراق غير تام ولا احتراق تام، باش ما تفهموش. قال لك باش تغلط في السؤال، طيح في الفخ لا بيج. عند مطالعتك لأحد الجرائد اليومية صدفت خبرا عن حادثة اختناق، وقت يصير الاختناق عند احتراق الغير التام ينتج عنه غاز ثنائي، غاز أحادي أكسيد الكربون الحالق هو اللي راح يدير الاختناق نتيجة تركه المدفأة مشتعلة أثناء نومه. قالك خلى المدفأة مشتعلة، وعلى بالنا أنه كي نسدوا هذوك الثقوب اللي يمتصوا الأكسجين راح كشمة أوساخ هكذا، والله ما نطفوهمش من عام لعامين 6 سنين، راح تخلي المدفأة نتاعنا ما تستنشقش، ما تخليهاش تجبد كمية وافرة من الأكسجين، وبالتالي راح تخليها تحرق البوتان ولا أي غاز فحم هيدروجيني احتراق غير تام، مش راح يكون عنده احتراق تام، علما أن احتراق البوتان بوجود وفرة لغاز الأكسجين. قالك احتراق البوتان بوجود وفرة من الأكسجين راح يعطيني غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء، وكما على بالكم احتراق غير تام للبوتان راح يعطينا، وش راح يعطينا؟ راح يعطينا غاز أحادي أكسيد الكربون غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء أو الماء. قال لك ما هو النوع الكيميائي الذي تسبب في اختناق هذا الشخص؟ انا جاوبته عليكم، النوع هو النوع راح تكتبوه كلمات، وهو غاز احادي اكسيد، سمحوا لي بك نديرها هكا باش نقدر نكتب، اكسيد الكربون. راكم شايفين هاد هو نوع، هو عفوا النوع هو غاز احادي اكسيد الكربون، النوع هو غاز احادي اكسيد الكربون. قال لك صيغته الكيميائيه سي او، هذه هي الصيغه نتاعو. قال لك ما نوع احتراق غاز البوتان الحادث؟ احتراق غير تام. لماذا وكيف يكون لون لهب هذا النوع من الاحتراق؟ هذا اللهب راح يكون لون اللهب لهب برتقالي، ها اللهب تاعو راح يكون لونه برتقالي، احتراق غير تام اللهب تاعو راح يكون لهب برتقالي. في جدول اكتب الانواع والافراد الكيميائيه المكونه للجمله الكيميائيه قبل وبعد التحول، راح ندير الجدول بلا ما نطول الفيديو برك، وراح نكتب معكم الداخلي نتاعو. صممنا الجدول المطلوب وهو الاحتراق الغير التام لغاز البوتان، النواتج والمتفاعلات. عندي الانواع الكيميائيه والافراد الكيميائيه، هذه الكاء قصدي بها انه الانواع الكيميائيه والافراد الكيميائيه كما راكم تلاحظوا هنا. مش عندنا في المتفاعلات عندنا غاز، هنا دقيقه برك نقدم لكم هذا باش نقدر نكتب. عندي المتفاعلات، واش عندي في المتفاعلات؟ عندي استناوني، عندي هنايا في المتفاعلات عندي غاز البوتان، غاز البوتان زائد، راهو طالب منك الاحتراق الغير تام، مش طالب منك الاحتراق التام.
غاز البوتان، عندي هنا مع غاز الأكسجين سوجين. وش راح يعطي لك؟ راح يعطي لك الكربون، كربون زائد غاز أحادي أكسيد الكربون، غاز أحادي أكسيد الكربون زائد غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء. هنا عم بالكم ماهيش مع المتفاعلات، يعني كملتها فقط، سمحوا لي بس خاطر ما قدرتش نكتبها، هنا صغيره البلاصه. هنا عندي غاز البوتان، عندي سي كات اش 10، هذا هو الرمز تاعو، سي او عفوا او 2 او 2 هنا او 2 تعطيني C plus CO plus CO2 plus H2O. هكا ها هاد هو لا هاد بخار الماء، راهو مع النواتج ما تغلطوش. قال لك اكتب راح تظهر لكم في الشاشة، يقول لك اكتب معادلة التفاعل الكيميائي للجملة ووزنها في حالة وجود وفرة لغاز الأكسجين. عندي هاي ال ثقوب المدفأة، صيانة المدفأة من طرف مختص. هكا عطيتلونا صح. نمر دوكا للوضعية الإدماجية، راح تخرج لكم هنايا، هكا راح تخرج لكم هنايا. هاي قال لك الوضعيه الادماجيه، ادماجي تعلماتي هنا، يعني الوضعيه الادماجيه. عندك قال لك مره حدث انسداد مجرى مياه المطبخ بسبب ماده الكلس كربونات الكالسيوم اللي رمزها CaCO3 اللي ما يعرفهاش، فقامت الام بافراغ الماء الساخن ثم اتبعته بافراغ محتوى قاروره روح الملح حمض كلور الماء HCl مما ادى الى زوال الكلس وصعود غاز. ارادت الام ان تتعرف عليه فقامت بشمه، فرأتها ابنتها التي تدرس الثالثة متوسط فقالت لها يا أمي هذا تفاعل كيميائي نتج عنه مواد جديدة وهي كلور الكالسيوم CaCl2 والماء وغاز ثنائي أكسيد الكربون، لماذا أضافت الماء الماء الساخن لإزالة مادة الكلس عوضا عن الماء البارد؟ ليه أضافت هذا الماء الساخن عوض عن الماء عن الماء البارد؟ لأن عامل الحرارة يزيد من الاضطراب
بات الكي يا أي للمتفاعلات، وبالتالي تسرع من عملية إزالة الكلس عوض الماء البارد الذي تكون مدته أطول. قلت لك أعطي بروتوكول تجريبي نكشف عنه عن الغاز الناتج. الغاز الناتج كيفية الكشف عنه برائق الكلس. راح نرسمه، معليش. هاد أنبوب الاختبار نتاع الغاز، راح نحطو له في فوهته واحد ال تيوب هكذا يجبد حتى لهنا لهاد الكأس الصغير اللي فيه رائق الكلس. راح يكون بهذا الشكل، راح يتعكر رائق الكلس، يتعكر رائق الكلس. هنا كان رائق الكلس، هنا غاز سي او 2 او غاز ثنائي اكسيد الكربون راح يتعكر لما راح يجبد هذا الهواء نتاع السي او 2، راح يتعكر رائق الكلس وراح يتحول من شفاف الى ابيض. هذا هو المفهوم انفعوا او بروتوكول التجريبي. قلت لك ارسم جدولا تكتب فيه الانواع الكيميائية المشاركة في التحول. قلت لك ارسم جدول اكتب فيه الانواع الافراد الكيميائية المكونة للجملة قبل وبعد التحول. راح نرسم الجدول وراح ندير فيه الانواع والافراد الكيميائية. نسرع فقط شوية في رسم الجدول ونكتب معكم تراسيت الجدول نتاعنا. ودوك عندي المتفاعلات وعندي النواتج، العيان المجهري تفاعل بكربونات الكالسيوم مع روح الملح. وش عندنا هنا؟ بيكربونات الكالسيوم زائد روح الملح. هكا وش راح تعطينا؟ او حمض كلور الماء، روح الملح او حمض كلور الماء. في زوج صحاح، اللي كتب روح الملح راهو صحيح، اللي كتب حمض كلور الماء راح نزيد نكتبها لكم هنا. حمض كلور الماء، حمض او حمض كلور الماء راهو صحاح في زوج، روح الملح ولا حمض كلور الماء راكم صحاح في زوج. وش راح يعطينا في الاخير؟ لينتج عنها مواد جديده واللي هي كلور الكالسيوم، كلور كالسيوم، بخار الماء زائد غاز ثنائي اكسيد كربون. قال لك هنا بالمجهري عندك بيكربونات الكالسيوم، وش هي؟ CaO3 plus HCl. وش راح تعطينا هنا؟ كلور الكالسيوم وش راح تعطينا؟ راح تعطينا هنا كلور كالسيوم اللي هو CaCl2، وعندك بلس H2O بلس CO2 بهذا الشكل. حيظهر لكم بهذا الشكل المرافق. قلت لك بالاعتماد هكا
استناوني. وبالتالي خلصنا الفرض ان عفوا حل اختبار الفصل الاول في مادة الفيزياء لثالثة متوسط. ان شاء الله كان عجبكم وفاتكم وعطالكم بزاف حوايج مهمين للاستمرارية. وكل ما كملنا دروس اكثر كل ما درت لكم اختبارات اكثر وفيهم الدروس اللي راكم حابسين فيهم. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسونيش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وتعليق اسفل الفيديو كما قلت لكم حول الموضوع اللي راكم حابين تسمعوا عليه, يعني الموضوع اللي راكم حابين تقراوه ولا الشرح الدرس اللي راكم حابينه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنساوش اللايك والشير كما قلت لكم والسبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو نتاعي لاكبر عدد ممكن من الناس. وباذن الله راح لو وصلتوني الألف فقط ألف ابونمو راح ندير لكم مسابقة رائعة هنايا في القناة. وتم خيروها في التعليقات قولوا شنو ندير لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باي.